السلام عليكم، أهلا وسهلا يا أصدقاء في فيديو جديد من قناة كتاب وحرفة. فيديو اليوم هو التحدي رقم 4 من سيد الخواتم يختار كتابك القاتم. قبل ما أبدأ بالتحدي بس بحب أذكركم أنه تكتبوا لنا بالتعليقات شو صرتوا بالتحديات السابقة. أنا صرت لهلأ منجزة 3 تحديات. التحدي الأول بتتذكروا كان عبارة عن كتاب بيحكي عن الحكمة والفلسفة، والتحدي الثاني كان كتاب مفضل بدك تعيده، والتحدي الثالث هو كتاب ذا نهاية حزينة. فبدنا نشوف شو مخبي لنا التحدي الرابع. التحدي الرابع كان في رامي لحجر النرد، زميلتنا وحبيبتنا سلام. سلام بحسها كتير بتشبهني. أول شيء وأهم شيء بالنسبة إلي هي أم وعندها أطفال، فهي بتحس بمعاناتي وخاصة في فترة الامتحانات، بحس في تضامن بيناتنا نفسيا. رقم 2 هي بتحب الكروشيه، وأنا من عشاق الكروشيه، وإذا انتبهت القناة اسمها أصلا كتاب وحرفة وفي كم درس كروشيه عليها. رقم 3 أيضا هي من عشاق القراءة. سلام رح ترمي لنا هلا حجر النرد وراح تفرجينا الكتب اللي عم تقراها حاليا. اهلا من جديد، اهلا من جديد. ما بدي اغشكم يا اصدقاء، انا كنت عارفه النتيجه من قبل لانه الفيديو كان وصلني قبل البث المباشر، فعارفه انه احنا رح نتقدم 5 خطوات، 1 2 3 4 5 حتى نلتقي بالاوركس. والاوركس اللي هي عباره عن مخلوقات طفيفه موجوده في عالم لورد اوف ذا رينجز، بتحب تعيش في الكهوف وبتاكل اي شيء في لحم فلش يعني، وهي قذره وما بتستحمل حراره الشمس الا الاوركس اللي المطور منها. وزي ما انتم شايفين هي ناقص 5، فرح نرجع نسحسل للاسف ونيجي هون. وهذا يعني العودة من جديد إلى البطاقات وسحب بطاقة. خلينا نشوف البطاقة اللي رح نسحبها بس نخربشهم شوي. نسحب البطاقة الأولى وهي بالوراغ. البطاقة بالوراغ، بالوراغ هي الشخصية الشريرة اللي بتطلع على الهوبيت، كان وقتها فرودو وصحبة الخاتم لما راحوا ومروا بخزام دوم، منطقة كانت يعيش فيها الأقزام، وهي يمكن أكثر الفصول حزنا وألما في الجزء الأول اللي هو رفقة الخاتم. فبالوراغ مخلوق ناري تقريبا، لذلك بدنا نار في العنوان أو نار على الغلاف. نشوف من عربة الكتب شو ممكن يطلع عنا خيارات. يلا مع بعض معاكم سوا. ما في في المسح القاتلة، ما في في الحضارة المصرية، ما بعرف إذا لونر كرونيكل فيها بس بنفتحها بنشوف. مش عارف إذا هاي ممكن نعتبرها نار زرقاء باردة في دجر أند بلد. طيب 1 نحطه على جنب. هل ممكن يكون في نار بالغلاف؟ بنرجع بنفتحها مرة تانية. ملاحظات حول كوكب متوتر، ما فيها نار بالغلاف. الأشياء الأولى أولا أكيد ما فيها نار بالغلاف، ما أتوقع. أبو هريرة ما أتوقع، ورحلات ابن بطوطة that's hard إني أشوف رحلات ابن بطوطة هل فيها نار بالغلاف. لازم أطلع هذا الكتاب ثواني. رحلات ابن بطوطة ما فيها نار بالغلاف، ولا الكتب اللي كانت خلف العربة اللي هي خلافة المسترشد بالله والتطهير العرقي في فلسطين، ولا واحد من هدول الكتب كمان كان فيها نار في الغلاف. غرفة الزواحف ما فيها نار بالغلاف، أكيد ما رح ناخذ هدول. أورتش يعني يلعبوا على الثلج، ما بتذكر إنه في نار بالغلاف هنا، مع إنه كان كيف في دخان. نورث أند ساوث حطوا على جنب عادي، يعني مسموح الغش من حين إلى آخر. أدركت الزمن، مرايا الشعر واللون، غولو الغضب، يا ورقات الشطرنج. مش لاقية يا جماعة. إنك ديث يمكن يكون. شو رأيكم؟ أعتقد أنه هاي نار في الغلاف صح؟ قصر الأسود في حكاية من الخلف، خلينا نشوف خلف العرب شوي. أولاده جو كتير متضرر صار. الرمز المفقود لا، وناقة صالحة لا، ولا كمان وحي القلم ما فيهم نار بالغلاف. بس خليني أشوف الكتب اللي جوا الصناديق أتأكد منها وأرجع لكم. عدنا. إذا إحنا طلعنا بالوراغ إنه يكون في عنا نار في الغلاف، والكتب الجديدة اللي فيها نار في الغلاف كان عندي بلد أند ذا جيرلز. سمعت كتير حكي عن هاي النوفلز إنها كوميدية ويانج أدلت وكأنه التروبس تبعها اللي بتحكي عن ذا تشوزن ون المختار، وهي على فكرة من الكتب اللي وصلتني في صناديق الكتب، تاني صندوق كتب من الأول كريت اللي راح ينزل فيديو إله على القناة الله أعلم متى. فيه
بقولكم تجربته كيف قدرت احصل هاي الصناديق بسعر ارخص بطريقه ارخص. يعني هو بصراحه محمس، يعني هذا الكتاب محمس جدا للقراءه. والخيار الثاني اللي كان موجود عندي اللي هو خيار نورث اند ساوث. ليش؟ لانه كان في دخان مصانع. هو كتاب كلاسيكي والقصه فيه رومانس خفيف، و في نفس الوقت حجم صفحاته 700 الا 645 600 وكذا. هلا الكتاب الضخم الثالث اللي هو انك ديث، كثير انا يعني حابه اختم عالم انك وورد. هاي النار الموجوده على الغلاف على ما اعتقد ممكن نقول، و عدد صفحاته فوق 700 صفحه. لذلك انا قررت اني اخذ بلد اندقر، بالرغم من انه الصوره الداخليه لإله توحي لي انه هاي مش نور، لكن انا راح اضلني متمسكه بالمنظر الخارجي لإله. اوكي، نار. اكيد بدنا ترشيحات من المكتبه نشوف نار على الغلاف او نار في العنوان. بالي اللي هو كاتشينج فاير، الجزء الثاني من ثلاثيه هانجر جيمز، وهو يعني القصه كثير ممتعه، فاذا ما كنتم لسه قراتوها فبرشحها. روايه الجحيم فيها نار على الغلاف، وهي من سلسله روبرت لانغتون، عملنا عليها مراجعه على القناه لكامل السلسله فبتقدروا تشوفوها. كمان برشحها، بتذكرني كثير بالكورونا. في انجيلا اشز يعني مش نار، بس يعني هي ممكن اقول عنها ممكن تدخل في هذا التصنيف. فهي عباره عن سيره ذاتيه لشخص ايرلندي، عائلته بتكون بالولايات المتحده الامريكيه، بعدين بيرجع لايرلندا وبعيش الفقر والطفر والمعاناه هناك. روايه ذاتيه كثير، سيره ذاتيه كثير مؤلمه، موجوده في مراجعات الشهريه على القناه ايضا. هاري بوتر، القصص اللي فيها نار على الغلاف اللي هي هاري بوتر اند ذا جوبلت اوف فاير وهاري بوتر اند ذا هاف بلاد برنس، يعني اذا لسه ما قراتوها كمان اقراوها. سكالديجوري اصلا لعبه النار، فسكالديجوري الجزئين موجود فيهم على نار على الغلاف، بس انا ما عندي اجزاء تاليه لها، ولو كان عندي ممكن اختارها، لان من القصص اللي انا كثير استمتعت فيها. هاولز موفينج كاسل، يا جماعه اكيد فيها نار على الغلاف، واصلا النار بتلعب فيها شخصيه رئيسيه وكثير كيوت وحلوه، وممكن تقراوها بالجزء الرابع لها، وهي يعني لطيفة. بس اللي حضر الفيلم، يعني اللي حضر الفيلم ما راح كتير يستفيد منها، لأنه مش راح كتير يحس في فرق فيها، لأنه هي بس أصلاً الفيلم مأخوذ على مقاطع. عن العنقاء والنار، أصلاً النار كلمة نار موجودة على الغلاف وهي جزئين، فممكن كمان تبدو فيها، وهي يعني برشح لكم إياها، هي جيدة. زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصر الله، أتوقع مش عارف يمكن هاي في نار. قناديل ممكن تزبط، قناديل ملك الجليل ايضا ممكن. ومن الكتب اللي قراتها وما قدمت لها لسه مراجعات كامله على القناه اللي هو كتاب انكارت. زي ما انتم ملاحظين في نار على الغلاف، فاذا لسه مترددين تدخلوا في هاي السلسله خلاص اختاروها وادخلوا في هاي السلسله. هيك انا بتهيألي قدمت عدد كافي من الترشيحات اللي فيها نار على الغلاف، وننتظر ترشيحاتكم انتم. هذا هو الخيار بالنسبة لي القراءة الأخير، وأتمنى أني تكون قراءة ممتعة ومسلية لهذا الكتاب. فأشوفكم في التحدي رقم 5 القادم، وأنا محتارة كتير بصراحة إذا أعمل التحدي مباشر، إنه إذا عملته مباشر راح يكون الصبح على بكير كتير، أو أني أعمله تسجيل راح يكون أقصر وأسرع وأسهل.